انت عارف الكام يوم اللي فاتوا احنا سمعنا، بالمناسبة مش احنا كلنا سمعنا الاشاعات بتاعت امال ماهر فين ولا لا؟ اه طبعا اكيد. قلقتوا على امال ماهر ولا لا؟ لحد خايفين عليها جدا لحد كده. طب هو امال ماهر كويسه جدا الحمد لله. طب والله خير طمنتنا. احنا بالمناسبه هنعرض للكل فيديو، يعني طبعا احنا كلنا هنبقى موجودين هنا، فاحنا اسرنا واهالينا موجودين في البيت، فهيبقوا بيتفرجوا على فيديو عاملاه امال ماهر. هي بتطمن كل الناس عليها، هي بس كان عندها كورونا وطالعه هي بتتكلم وبتتكلم على انه كان عندها كورونا وما الى ذلك. بس انتوا خدتوا بالكم من انه اتعمل هاشتاج مكسر الدنيا امال ماهر اتخطفت، امال ماهر بتتعذب؟ تفتكر مين اللي يبقى مسؤول عن الترويج لفكره في منتهى الدناءه؟ طبيعي، يعني احنا كلنا عارفين، واعتقد ان الشعب المصري كله دلوقتي بقى واعي ان في لجان خاصه بيشكلوا خطوره كبيره على وطننا العربي كله مش بس مصر، بيحس ان هم يقعدوا يطلعوا في اشاعات كبيره، احنا مثلا امال ماهر مخطوفه، احنا في كذا بيحصل، في هنا كذا بيحصل، لمجرد بس التشويش على امن وامان المواطن، لا اكتر ولا اقل. اقلق الدنيا وخلاص. اعمل اي قلق يخلي الناس تخاف عشان خاطر ما نحسش بالامن، وده هو هدفهم يعني عاده من زمان. بالمناسبه واحنا واقفين فين؟ احنا في ميدان التحرير. ويا ترى الميدان فاضي من العربيات والناس ولا لا؟ لا في ناس وفي مشاهدين كمان وعدد كبير كمان ما شاء الله. يعني لحد الحته اللي هي بتاعه التصوير انا شايف الناس واقفه حوالينا ما شاء الله ما شاء الله، وبيتكلموا وبيتفرجوا، واللي بيصور بالموبايل هو ده والعربيات يمين وشمال الميدان مش مقفول يعني. لا مش مقفول. مفيش حد قال لنا حاجه يعني. مش هيقدر يقفله دلوقتي خلاص. محدش يقدر يعمل الحمد حاجه الحمد مش كده؟ طيب بقول لكم ايه، انا اظن ان احنا محتاجين احنا نشوف الفيديو بتاع امال ماهر وهي بتطمن الجمهور وبتطمن المصريين وبتطمن كل العرب عليها، علشان يبقى الكل عارف امال ماهر يا ترى كانت فين؟ امال ماهر ايه اللي حصل لها؟ لان انا شفت الفيديو فانا بقول لك امال ماهر كان عندها كورونا. الفيديو جاهز معانا يا جماعه؟ حد يطمني؟ جاهزين؟ تعالوا نطمن كلنا على امال ماهر. مساء الخير جمهوري واهلي، انا بخير الحمد لله. حبيت اطمنكم عليا، معلش الفتره اللي فاتت ما كنتش قادره اكون متواجده معاكم، كان عندي كورونا بس الحمد لله تعافيت، واول ما تعافيت حبيت ان انا اطمنكم عليا. الف شكر، انا حقيقي ممتنه لكم الحب والخوف اللي شفته ولمسته الحمد لله، وده إن دل عن شيء يدل أني ربنا راضي عني، لأني شايفة كم الحب الهائل والكبير. أنا بشكركم من كل قلبي جمهوري العربي، وبحب أهني الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو. كل سنة وأنتم طيبين وأنا بخير الحمد لله، وأحب أقول لكل جمهوري انتظروني قريب. محمود، طيب احنا كده اظن كلنا اطمننا على امال ماهر. سمع امال ما انا قلت امال ماهر، امال في امان، امان ماهر، امال ماهر زي الفل، ربنا يقومها بالسلامه، تتعافى بشكل كامل من الكورونا. اظن كلنا اطمننا، واظن برضو تعلمنا درس ان احنا ما نقعدش نشير واللايك ونشارك يعني على هاشتاجز مضروبه وشغل قذر من الاخوان كما جرت العاده. يعني خلي بالك انه لما تيجي تقعد تركز كده هو هتلاقي انه الاخوان حتى في برامجهم وفي صفحاتهم اللي هي بقى بيقولوا احنا اخوان عمالين بيقولوا شفتوا ويا ترى وحصل، واطلقوا شائعات وعاوزين يبوظوا علاقات وحاجه في منتهى القذاره والدناءه. بس بعيدا عن كل قله ادب بتاعه الاخوان وحقارتهم المعهوده، نرجع للمزيكا والحاجات الكويسه. انت محضر لنا كم اغنيه النهارده؟ كتير، عندنا شويه حلوين، حبه حلوين. هنبدا بايه بقى دلوقتي؟ دلوقتي ممكن نعمل الميدل الوطني بتاع بص في عينينا. طب يلا، حلوه دي، حلوه دي. ابدا اخد انا ولا ايه؟ اتفضل يلا خلاص. لا انا ما بعرفش اقود، خش يا عم خش اتفضل. بص في عينينا نقدر على الدنيا ولا
سمعني يا ابويا وصاني، يا دنيا سمعني.